مرة مشاهدينا متابعين الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الأمسية، أمسية اللقاية بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا التاسع، شوط خاص بالكار أيضا في مسافة ورحلة الخمسة كيلومترات مع هذا السن، السن الأسرع والأجمل في هذا العالم الساحر. نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى، الصدارة والبداية والمقدمة، وأرى اللي قادت المجموعة هملولة تليها مع المركز الثاني أيضا هملولة، الثنتين بالشعار هجن الرياسة. ومتابعة وتقدم علي بن يمي اللوهيبي في عملية التضمير والتدريب، بينما إذا انطلقنا مع المركز الثالث أرى التقدم والانطلاق مع كلاس بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيفر نهيان يابر بن صبيح الوهيبي، متابعا أيضا لكلاس مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات تتقدم محبة لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفر نهيان، محمد بن ياب اللينيبي متابعا لمحبة مع المركز الرابع. وخامس الانطلاقات الوصول والتقدم أيضا للشاهينية بشعار هجن العاصفة، متابعة غياث الهلالي. ننطلق مع المركز السادس والاسم القادم في هذه اللحظات، أرى أيضا التحديات مع مزون، مزون مع المركز السادس بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبيد بن محمد بن ضبيعة، يعلن تقدم مزون مع المركز السادس. سابع الانطلاقات، سابع التحديات الشاهينية بشعار هجن ند الشبه سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب، وعلى مستوى المركز الثامن تصل في هذه اللحظات تتقدم الطاغية بالسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد نهيان يمعة بن عتيج الرميثي، يقود الطاغية على هذا الأداء المتميز. ومع هذا القدوم أيضا الرائع في هذا الانطلاق، نتابع المركز، نتابع المركز الثامن، ثامن الانطلاقات تصل الشاهينية من هجن ند الشبه سالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب، ومع المركز التاسع أرى القدوم أيضا للشاهينية بشعار هجن العاصفة. ومتابعة غياث الهلالي دور دور المركز العاشر، والشاهينية من تتقدم مع المركز العاشر بشعار هجن العاصفة. متابعة غياث الهلالي في عملية تضميرها وتدريبها، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط. ولكن لنا عودة، لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام لمجريات هذا الشوط ومع الكادر العلوي لقناة دبي ريسنج، حيث التحديات الرائعة في هذا المساء الجميل، وهملولة من تسيطر على المقدمة بالشعار هجن الرئاسة، ومتابعة الظافر علي بن يميل الوهيبي من الجانب الآخر، من الجانب الآخر محبة تتقدم تتسلل مع المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن ذياب السيفة آرن هيان ومحمد بن يابر الينيبي، يتابع 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 محبة مع المركز الثاني. ثالث الانطلاقات، ثالث التحديات، أرى التسلل في هذه اللحظات مع الطاغية اللي بدأت تتقدم أيضا، تنطلق مع المراكز المتقدمة الطاغية وشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آرن هيان يمعة بن عتيج الرميثي، يتابع الطاغية اللي تسللت بدورها مع المركز الثاني. المركز الرابع، المركز الرابع تصل كلاسة مع المركز الرابع بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن سيفان هيان، ومتابعة يابر ايضا متابعة وتقدم وانطلاق يابر بن صفيح بن حمودة الوهيبي، ولكن هملولة مع المركز الخامس، هملولة بشعار هجن الرئاسة، ومتابعة علي بن يميل الوهيبي. سادس الانطلاقات، سادس التحديات الشاهينية بشعار هجن العاصفة، متابعة غياث الهلالي. الست المراكز الاولى اللي ابتعدن ابتعاد كلي عن بقية المشاركين لتمسي ايضا سداسية على المقدمة
المقدمة، ولكن الأسامي القادمة، الشعارات القادمة مع المركز السابع وأيضا مع المركز الثامن، تتقدم الشاهينية والشاهينية بشعار هجن العاصف وغياث الهلالي. متابعا لهذا الانطلاق، المركز التاسع الشاهينية من هجن ند الشبة سالم بسعيد في عملية التضمير والتدريب، ومع المركز العاشر تاتي أيضا هملولة لهجن الرياسة يقدمها علي بن ميل الوهيبي، ولكن لنا عودة، مع الصدارة وبداية هذا الشوط والمقدمة. وأرهني اللي قادت المجموعة في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية، تتقدم الشاهينية، تنتزع ناموسي هذا الشوط، بدأت تباعد، بدأت تغادر بالصدارة والمقدمة بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي. من يتابع، الشاهينية تتقدم، تسير بخطى ثابتة لانتزاع ناموس هذا الشوط والانفراد، بالناموس مع شعار هجن العاصفة ومتابعته وتقدم غياث الهلالي. من يتابع، الشاهينية، المركز الثاني هملولة من هجن الرياسة بقيادة علي بن ميل الوهيبي، ولكن ارصد لي، القادمة مع المركز الثالث الشاهينية من هجن ند الشبه سالم بسعيد في عملية التضمير والتدريب، والشاهينية تنفرد، بناموس هذا الشوط واللحظات، الأخيرة. الشاهينية شعار هجن العاصفة على الصدارة مع المركز الثاني الشاهينية لهجن ند الشبه، ولكن الشاهينية قفلت، على مجريات هذا الشوط. تهانينا لهجن العاصفة مع هذا التقدم والنقطة التاسعة في هذا المساء. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي، المركز الثاني من هجن ند الشبه، المركز الثالث لهجن الرئاسة، المركز الرابع لهجن العاصفة، ومع المركز الخامس أيضا بشعار هجن العاصفة. هذه النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الشاهينية إلى خط النهاية، 7 دقائق 39 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي اللي وصلت مع المركز الثاني الشاهينية من هجن ند الشبه. توقيتها الزمني 7 دقائق بالتأكيد لحظات الوصول إلى خط النهاية مع ثاني المراكز بشعار هجن ند الشبه، وتقدم سالم بن سعيد 7 دقائق 39 ثانية، 4 أجزاء من الثانية توقيتها الزمني. هملولة تصل مع المركز الثالث توقيتها الزمني 7 دقائق، لحظات وصولها أيضا في 7 دقائق 39 ثانية و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لعلي بن ميلوهيبي.